لمناقشة هدر ثروات العراق المتمثلة في الغاز وإصرار الحكومة على استيراده من إيران والآن من مصر، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود. دكتور خضير، مرحبا بكم. قرار جديد لاستيراد الغاز من الخارج، هذه المرة من جمهورية مصر العربية، لكن هنا يعني بماذا تفسر إصرار الحكومة في بغداد استيراد الغاز من الخارج وبالتالي عدم الاستفادة من المهدر أثناء استخراج النفط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لكي أكون واضحا وصريحا، نعم، إنها ليست حكومة وطنية تسعى لتحقيق الأهداف التنموية للعراق اقتصاديا واجتماعيا، وإنما حكومات تلبي رغبات وتطلعات البلدان الإقليمية، طيب، التي تسعى لتبديد ثروات العراق وإفقار شعبه. وهذه الحكومات امتدت منذ 2003 ولحد اليوم أكثر من 18 سنة. هذا الهدر والضياع والانضواء تحت رغبات الأجندات الإقليمية وبشكل خاص إيران. نعم. طيب دكتور خضير، يعني الهدر الذي قدره البنك الدولي بمليارات الدولارات، هل كلفة الاستخراج أعلى من موضوع حرقه؟ هل تعتقد ذلك؟ بالتأكيد لا، لأن عملية حرق الغاز عملية تعتبر من العمليات غير الاقتصادية والتي لا تشكل جدوى، بدليل أن شركة سيمنز الألمانية طرحت على العراق أن تقوم باستثمار هذا الغاز وتوفير الغاز للعراق لغرض تشغيل الطاقات الكهربائية لديه، وكان تطلعها أن تقوم بتصدير الغاز إلى خارج العراق. نعم. طيب. لذلك هدرت وتهدر منذ 2003 مليارات الدولارات في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية العراقية وليست الغاز فقط. طيب دكتور، هل احتياطي الغاز في العراق لا يكفي لسد متطلباته، لا سيما فيما يتعلق بمحطات الكهرباء التي تعمل مولداتها بالغاز؟ هل احتياطي العراق لا يكفي لسد هذه المتطلبات دكتور؟ احتياطي الغاز بالعراق، نعم، على ما أتذكر الرقم 110 تريليون متر مكعب، نعم، يستطيع أن يغذي العراق بالطاقة الكهربائية كاملا، ويمكن أن يصدر إلى دول أخرى. لكن الأيادي القائمة على إدارة الثروات النفطية في العراق ليست أيدي وطنية، وإنما هي ذيول تابعة إلى ولاية الفقيه الإيرانية، والتي كما نعلم أن إيران تسعى بشكل مستمر للثعر من العراق باعتبار السنوات التي مضت في الحرب العراقية الإيرانية، نعم، كبدت الإيرانيين الكثير من الخسائر بالموارد البشرية والمادية، وهم يثأرون في إطار تصرفاتهم سيما بعد وفرة هؤلاء الديون الذين يمثلون الأجندة الإيرانية والميليشيات الولائية لحكومة الفقيه التي ما أنزل الله بها من سلطان. طيب دكتور، تعرفون العراق على اعتاب موسم انقطاع الكهرباء خاصة في فصل الصيف، وموضوع الكهرباء لا يستقر حتى في الشتاء ولكن يتزايد أكثر في فصل الصيف. دكتور، تعتقدون أن قرار استيراد الغاز سيسد العجز في احتياجات البلاد من الكهرباء وبالتالي
ستحل أزمة الكهرباء، تعتقد ذلك؟ لو افترضنا جدلا أن استيراد الغاز من مصر عبر سوريا ممكن أن يسهم بقدر أو بآخر بحل هذه المشكلة، لكن هذا الأسلوب يعتبر أسلوبا تكتيكيا أو مرحليا من شأنه أن يسد النقص، لكن العملية الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية والاجتماعية للعراق هو أن تستثمر هذه الطاقات المتوفرة من الغاز المهدر الآن بشكل كبير، ويحقق للعراق أهدافه الاقتصادية المستدامة. أما الاعتماد على إيران والآن على مصر قد يحقق، وإن كان بالفترة السابقة لم يحقق هذا الهدف. من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود، شكرا جزيلا لكم.